مرحبا وسهلا الأخ، شكرا أخ جاسم، وبسم الله الرحمن الرحيم، أنا رهن إشارتكم. الله يبارك فيك. عموما نحن سعداء بوجودك معنا، وخاصة ونحن نتحدث معك في الحلقة الأولى حول حديث الذكريات والسيرة الذاتية، وما في شك أنه لكل إنسان يعني بطاقة تعريفية خاصة فيه، فودنا نعرف لو باختصار شديد سنة المولد والبيئة اللي نشأت فيها والتربية اللي تلقيتها من الوالدين في البداية. أستاذ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا من مواليد 1943 ميلادية، نعم، بقرية في نواحي إقليم تازة في المغرب الأقصى طبعا. هذه القرية تسمى مسون، وكان والدي رحمهما الله محافظين جدا على دينهما، مما جعلني أتلقى عنهما تشبتي بهذا الدين الحنيف، وأشكر الله على ذلك شكرا كبيرا. نعم. طبعا هذا أكد لي أن الأمية قد لا تكون حائلا دون إحسان التربية، فرغم أن الوالدين قد يكونان أميين، إلا أن العلم لا يتلقى بواسطة القراءة والكتابة فقط، وإنما نعم. يتلقى عن طريق السماع وعن طريق السلوك الحسن الذي يؤكد تفهم الإنسان لما يتلقاه. نعم. هذا باختصار. نعم. طيب أستاذ العزيز، هذا من فضل الله طبعا. أنا سأحاول أن أجد تفسيرا لذلك، ولكن يبقى ذلك التفسير نسبيا. نعم. لأن هذا من أسرار الخالق عز وجل، فإن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. أنا شخصيا أمامكم وأمام الجمهور أشهدكم جميعا على أنني أحدث بهذه النعمة وأشكر الله عليها، وأتمنى أن يقدرني على أداء زكاتها بما أقوم به من عمل، أرجو أن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أرجو الآن إلى، طبعا أنا وجدت نفسي في هذه البيئة المحافظة كما قلت لكم، من أبوين كريمين متشبتين بدينهما الحنيف، ولا شك أنني يجب أن أشير هنا إلى نقطة هامة، وهو أن أحد أخوالي، وهو في الحقيقة خال والدتي، ولكن بطبيعة الحال أنا أسميه خالي، كان متفقها في الدين وزارنا ذات مرة، وأنا كنت قد انتقلت إلى مدينة أخرى لكي أتابع فيها دراستي في الابتدائي، القسم الخامس ابتدائي، فكان ذلك في أواخر الاستعمار بالمغرب هنا، فلام الوالدين على أنهم سمحا لي بأن أذهب لمتابعة الدراسة في مدارس كان الاستعمار فعلا يوجهها بشيء غير قليل من التأثير. نعم. وأنا بطبيعة الحال كنت مرتبطا ارتباطا شديدا بأسرتي، عندما عدت في العطلة إلى البيت وأخبرني بذلك وجدتها فرصة، فألححت على أن أتوقف عن دراستي في المدرسة العصرية وأن أعود كما قال خالي هذا رحمه الله إلى متابعة دراستي بالكتاب. نعم. وربما هذا كان له فضل، ولا شك أنه فعلا كان له فضل كبير علي، حيث التزمت بالكتاب لمدة عامين، وكنت تلميذا نجيبا لا في المدرسة العصرية ولا في الكتاب، لكن بعد مرور هذين العامين وجدت أنه لا بد من الأخذ بأسباب العصر. لا. بدأت أعي هذه المسألة، وكنت قد حفظت في الكتاب إداك 18 حسبا من القرآن الكريم. لا. أشهد الآن أنها فعلا كان لها تأثير. لا. ولهذا أؤكد على أن الاهتمام بالقرآن الكريم يؤدي إلى تفتح كثير من المواهب، ويفتح به الله على صاحبه فتحا مبينا. الحمد لله. أكتفي بهذا. نعم. حتى لا أطيل عليكم. نعم. طيب أستاذ جلول، أنا حقيقة بين إيدي رسمة حضرتك رسمتها وصورتها، يبدو لمدينتك القديمة يعني. نعم صحيح، قريتي. نعم. وليس المدينة. نعم قريتي. نعم. وما شاء الله عليك، يعني يبدو أنك أنت داخل في التفاصيل، يعني حتى شو اسمه الطائر وضعت له عش فوق القلعة. نعم. والمدخل. هذا كان في أي سنة؟ هذا كان في سنة 1961-62 في هذه الفترة. نعم. ورسمت هذه المدينة. نعم. حتى هي قريبة من الصورة الموجودة كذلك أمامنا. نعم. الآن. نعم. وهي قرية مسون. نعم. نعم ما شاء. نعم. الله. نعم. طيب وكذلك عندك موهبة أخرى، يعني هذه قصة أنت ألفتها كذلك. نعم. هذا في أي سنة اللي هي سميتها الانهزام. نعم. أو ميت يعود إلى الحياة. نعم. طيب
في أي سنة هذه ألفت القصة؟ هي في نفس السنة، وكنت ما أزال، لأن كنت عدت بعد الكتاب بعد الاقتناع بأنه من الضروري أن أخذ بأسباب العصر، عدت إلى المدرسة وكنت متفوق الحمد لله في تلك الفترة في السنة الأولى الثانوي أظن حسب ما أتذكر. نعم. رسمت هذه القصة وكنت أهتم كثيرا بالكتب وخاصة بالإنتاج. نعم. بالتأليف، وهذا يدل على ذلك الاهتمام، وأشكر الله على أنني كنت أهتم. نعم. كثيرا بالتوثيق، وهذه كلها من يدك، يعني الرسم والكتابة والخط كلها من جدك. نعم. نعم. ما شاء الله. أما القصة فكنت سمعتها، هي قصة شعبية سمعتها من الوالدين، وهم بدورهما سمعها من جهات أخرى، وهذا يربطني، يؤكد أنني مرتبط الحمد لله بتراثي الإسلامي، لأن نعم. القصة فيها حديث عن الآخرة وما إلى ذلك. نعم. معلمك ملها كما لاحظتم. نعم. إذا منعت اهتمامك في الأدب وكان من الطفولة يعني. نعم سيدي. نعم. طيب أما اهتمامك في الشعر متى بدأ وكيف بدأ؟ اهتمامي في الشعر بدأ قبل هذا التاريخ، بالضبط بدأ عام 1959. نعم. إذاك لا أعرف قواعد العروض ولا القافية وما إلى ذلك، كل هذه العلوم كنت أجهلها، وخاصة في المدرسة لأننا كنا نتلقى مثل هذه الدروس سواء في الابتدائي أو في الثانوي. لكن كنت أعتمد طريقة اكتشفت من بعد، بعد أن أطلعني أحد الشعراء وهو صديق لخالي آخر رحمه الله، هو شاعر، أطلعني على أنني أنظم شعرا فصيحا ولكن على الميزان، على ميزان الزجل. نعم. ونبهني إلى أن كتاب ميزان الذهب في صناعة الشعر العرب، كتاب مدرسي. نعم. معروف، يكفيني في هذه الأمر، وكان قد تنبأ هو، شكر الله له، وأنا أعتبره أستاذي رغم أن ما تلقيته عنه لم يتعدى مدة 5 دقائق. نعم. وأنا أفتخر به. ففعلا لجأت إلى الكتاب، اقتنيته، وانطلقت إلى نظم الشعر بكامل ما يتطلبه. نعم. من شروط، فكانت أول قصيدة ناجحة بشهادة أستاذي إداك في الثانوي، لأن تعمدت إدراجها في موضوع إنشائي. نعم. لكي أعرف ماذا سيكون رأي الأستاذ، وكان أستاذ مصري الأستاذ عبد المجيد لاشين، لست أدريه، لا يزال حيا، أتمنى أن يكون ما يزال على قيد الحياة. نعم. فأكد لي أنني فعلا سأكون شاعرا ممتازا، وأشكر الله على أن نبوءة الاثنين الأستاذين تحققت، وهذا فضل من الله. نعم. سبحانه وتعالى. ولعل يعني هم يعتبرون من الدوافع الأولية اللي دفعوك إلى الشعر وحب الشعر وكتابة القصائد. بطبيعة الحال أنا كنت أحس بأنني في الحقيقة، كان إحساس ما زلت أشعر به الآن. نعم. وأنا طفل وأنا أمر في الأزقة والشوارع وحيثما كنت، بناء على ما كان عندي من معلومات حول المخترعين والمبتكرين وما إلى ذلك، كنت أقول في نفسي هكذا، هذه حقيقة فعلا. نعم. ما زالت تعيش معي، ماذا سأخترع أنا؟ يجب أن أنجز شيئا في هذه الحياة. نعم. ما هو هذا الشيء الذي أنجزه؟ وهذا الإحساس جعل هذه الشاعرية، وأشكر الله على أن مواهبي متعددة. نعم. في كثير من المجالات، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فذلك جعلني أركز على الشعر بالدرجة الأولى، لأن الإحساس عندما يكون الإنسان إحساسه قويا مرهفا، لا شك أنه يتفجر على لسانه شعرا، ومن ذلك يؤدي إلى أشياء أخرى تكون الحمد لله كما أرى جميلة مفيدة إن شاء الله. طيب أستاذ جلول، يعني أنت رفعت شعارا كذلك، وودنا نعرف هذا الشعار، ما هو سبب رفعه ولماذا رفعته؟ وهو الشعر في خدمة الأمة. نعم. هو الشعر في الحقيقة تحوم حوله كثير من الحديث وكثير من الطعون وإلى آخره، ولكن أنا أرى أن الشعر لو لم تكن له هذه الأهمية القصوى لما خص الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الشعراء بصورة كاملة. نعم. وأنا ما زلت أتوقف عند هذه الصورة إن شاء الله، وسأتناولها بإذن الله السميع العليم بشيء من التعمق، وربما يظهر ذلك في جهة من الجهات منشورا بإذن الله السميع العليم. لكن ما يزيد في أهمية في أهمية الشعر وعلاقته بخدمة الأمة، هو أن خطورة الشعر
جعلت الله سبحانه وتعالى يركز على لفت الانتباه إلى الجوانب السلبية فيه لا. وفي الشعراء، ولكنه استثنى من بين هؤلاء في نهاية المطاف، وكان ختام الصورة مسك كما يقال. وهذا الاستثناء أرجو أن يجعلني الله من الذين يشملهم، وأن أكون فعلا شاعرا مؤمنا. والشعر إذا ما كان شعرا مؤمنا صادقا ملتزما مبدعا، لا أقول مباشرا، نعم، مبدعا، فيه ما هو مطلوب من شروط الفنية والإبداع الحق، فإنه لا شك أنه سيلامس العواطف، وسيكون أقدر على استدراج الناس إلى الإيمان الصحيح بالله. ولذلك نجد علماءنا القدامى كانوا دائما يلجؤون إلى الشعر ويستجدون به في خطبهم ومواعظهم وما إلى ذلك، وكانت له لذة ورونق لا شك في ذلك. طيب أستاذ جلول، كذلك من الأوصاف اللي وصفت بها أنك شاعر السلام الإسلامي، طيب لماذا لقبت بهذا الوصف، وعلى أي أساس، ولماذا اخترت السلام بالذات الإسلامي؟ أشكرك على هذا السؤال جيد أستاذي الفاضل أخ جاسم. في الحقيقة أنا لم ألقب بهذا اللقب، ولا أعتبره لقبا، ولكنني أعتبره قيدا، فهو قيد قيدت به نفسي. وقد شرحت هذا لكثير من الإخوان، وأرجو أن أفصل فيه وأنشره على الناس حتى يعلم الجميع التمييز ما بين ما قصدته من تقييد نفسي بقيد شرعي جعلني ألجأ إليه. أولا لسبب وجيه، وهو أنني حضرت في سنة 1986 بتازة أول مؤتمر نظمته منظمة اليونسكو في إطار ما سمي إداك بالسنة الدولية للسلام. نعم. وقدمني رئيس نادي اليونسكو، لأنني كنت عضوا إداك في نادي اليونسكو وشاركت بهذه الصفة. أنا عدلت عن تقديم نفسي كشاعر، ولكنه ألح على ذلك. فسيدة الممثلة، ممثلة مدير اليونسكو، هي التي نابت عنه في إدارة ذلك المؤتمر، واسمها إليزابيت خواجكي، كانت تتقن الفرنسية طبعا، طلبت مني بصفة شاعرا أن أخدم السلام في أدبي وشعري. نعم. فكانت أول قصيدة في ذلك اليوم جاءني مطلعها الأول، قالت تسائلني في لهجة الحذري: هل حما شاعر مستقبل البشر؟ وهذه القصيدة كان عليها إقبال كبير. من هنا بدأت الفكرة، وكان الأستاذ محمد الفاسي رحمه الله والذي افتتح المؤتمر، وأعجبتني كلمته، هي أيضا أثرت فيه ودفعتني إلى أن أقيد، ولا ألقب، إلى أن أقيد نفسي. فأنا دائما أحاول بتوفيق من الله أن أرجع فيما أنتج إلى أن أعرضه على الكتاب والسنة حتى يكون فعلا موافقا لرؤيتي ولرؤية الإسلام بالدرجة الأولى. حول ما هو السلام، خاصة أن السلام الآن أفرغ من محتواها كما أفرغت عدد من المصطلحات الأصيلة من محتوياتها، فأصبح السلام استسلاما، وأصبحت الأصولية تخلفا وما إلى ذلك. إذن لهذا قيدت نفسي، ولا أقول قد لقبت نفسي بشاعر السلام الإسلامي. فلهذا أرجو أن يدعو لجميع الإخوة. طيب ولماذا وصفته بالإسلامي؟ يعني لماذا لا يكون شاعر السلام فقط؟ هو في الحقيقة العصر الآن فرض هذا التميز. فهناك من كان يظن أنني أقصد نوعا من التميز، وظن بعض الإخوة مع احترامي لهم ونبهتهم إلى هذا أنني عندما قلت السلام الإسلامي فالسلام العالمي أفضل. ومع الأسف هذا خطأ وقعوا فيه، بحيث كنت أبعث ببعض القصائد فتنشر على أن تنشر بهذا التذييل شاعر السلام الإسلامي، فكانوا يفضلون أن يستبدلوا بالسلام الإسلامي السلام العالمي. فالسلام العالمي في الحقيقة أضيق من السلام الإسلامي، فالسلام الإسلامي هو سلام للناس كافة، لأن الإسلام في حقيقته هو دين عالمي بطبيعته. فلهذا لو انتبه، والحمد لله بدأ هذا الأمر ينتشر في الغرب نفسه، فلو عرف الناس في الغرب هذه القيمة الحقيقية للسلام الإسلامي والإسلام عموما
لصارعوا إليه. نعم. فهو يحتضن الجميع بكل محبة، فالله رب العالمين. نعم. فاجرهم وكافرهم وإلى آخره. نعم. هذا الله. نعم. الناس جميعا، هذا هو. نعم. السبب في كوني وصفت السلام وليس. نعم. أنا مسلم. نعم. أما السلام هو السلام هو الموصوف بالإسلام. نعم. طيب أستاذ جلول، يعني نعرف حضرتك يعني اسمك مدرج في أغلب المعاجم للشعراء، وكذلك حضرتك عضو في رابطة الأدب الإسلامي، و لك إسهامات كثيرة ومنشورة في القصائد والرواية وغيرها. شكرا لك أخي جاسم على هذا السؤال. في الحقيقة هذا السؤال طرح علي عدة مرات، ومؤخرا فقط طرحه علي أحد الباحثين وأجبته كما يلي. نعم. أنا لا أستطيع أن أحدد شخصا معينا بالذات تأثرت به. نعم. أو أثر في مساري، ولكن ما يمكن أن أؤكده هو أنه وقع نوع من الانسجام والترابط ما بين كل من طلعت لهم أو تعرفت عليهم. لكن. نعم. يأتي قبل هذا كله أنني تأثرت بالقرآن الكريم. نعم. وأحمد الله وأشكره على هذا الفضل العميم، وتأثرت بطبيعة الحال بسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فعندما أستعرض الأشخاص الذين، وهذا سؤال في الحقيقة تقليدي يطرح دائما. نعم. أستعرض أسماء الأشخاص وما طلعت لهم من إنجازات ومن إنتاجات وما إلى ذلك، أجد أن المتفوق على هؤلاء كلهم هو دين الإسلام. وطبعا أرجو الله أن يوفقني. هناك وضعت قانونا، سأترك لكم نسخة إن شاء الله من. نعم. قانونا ضابطا لتشغيل هذه المعامل. وإذا رجعنا إلى المصطلح، هناك من تساءل لماذا سميته في معمل الشعر؟ نعم. لأن لاحظت أن لأن الشعر هو الموهبة، هو موهبة لا يهبها الله إلا من شاء، إلا. نعم. لمن شاء. فلهذا نجد الموهبة، أبحث أول ما أبحث عند هؤلاء الذين يلجؤون إلي سواء في إطار دار الشباب أو في أو مباشرة لآخره، عن الموهبة الكامنة. هل هناك موهبة أولا؟ نعم. ثم بعد أن أتأكد من وجود الموهبة، هل هناك رصيد ثقافي لغوي؟ يبقى الجانب العملي التقني، وهو الذي أضعه في المؤخرة في الحقيقة. نعم. ما يتعلق بمعرفة علوم علم العروض وعلم الخوافي وما إلى ذلك. فإذا لاحظت على أن كثيرا من الشباب الكهول أيضا قد تكون الموهبة الشعرية كامنة لديهم دون أن يعرفوا ذلك، والحائل الحقيقي هو الأمور التقنية، القوالب الفنية التقنية لآخره. فلذلك سميت المعمل في معمل الشعر، وكنت أركز بعد أن أختار من لديهم فعلا تبين أن لديهم موهبة شعرية، أركز على تدريبهم على التعامل مع تقنيات الصناعة الشعرية. طيب، وهل ميزان وما إلى ذلك؟ نعم. وهل حققت نتائج فعلية في هذا الموضوع؟ فعلا سرني كثيرا أنه كان أحد الموظفين بجانبي وكان يجهل أنه شاعر في الأصل. نعم. ولمست أنا فيه هذه الموهبة فشجعته. نعم. وأطلعته، قال لي أنا لا أعرف شيئا عن العروض وعن القوافي. فاشتغلت معه بطريقة، والحمد لله اكتسبت تجربة في هذا المجال، لا مجال. نعم. لذكرها الآن، تطلب وقتا متسعا أكثر. فعلا بدأ يكتب قصائد. وفق قلت له لكي يصبح شعرك مقبولا فعلا من جميع النواحي، هي القصور والوزن فقط. نعم. مسائل تقنية، هذه قوالب بسيطة بالدراسة تطلع عليها والممارسة ستمكنك من تحكم فيها. نعم. فعلا وصل به الأمر إلى أنه بدأ ينشر بعض القصائد، وكانت تنشرها له مجلة العالم. نعم. اللندنية، كانت تنشرها طبعا في باب البريد، لأن كانت ما تزال فيه. ولفت الانتباه أن أحد القراء من إيطاليا أعجب بقصائده. نعم. وأرسل رسالة إلى المجلة، ما زلت أحتفظ به في هذه الملف، يلتمس منها أن تبلغ صاحب القصائد هذه أن يسمح له إذا لم يكن قادرا أو مستعدا للطبع لجمع هذه القصائد الجميلة. نعم. وطبعها. وصرني ذلك منه. جميل. وعندما وصلنا. نعم. إلى هذه النتيجة قلت له يا أخي
ها أنت قد اكتشفت نفسك بأنك شاعر بعد مرور 45 عاما على هذه الموعد. كان ينقب عن البترول فيه. وهناك نماذج كثيرة لا أطيل عليكم بذكرها. والله جميل حقيقة. نعم يعني كثيرون فعلا استفادوا. نعم الله يعني. عموما أستاذ جلول يعني الحوار معك شيق جدا وممتع واستفدنا منه كثير يعني. وأنا أريد أن أتعلم هذا القانون حتى أكون شاعرا كذلك يعني. أنا من مما أدعو إليه تكتير سوائد قبائل الشعراء على أساس التنوع لا على أساس العصبية السلبية. فإذا أتمنى أن الله يبارك فيك أن أسمع لأخي قصائد أخرى وسأطلعك سأمكنك من نسخة إن شاء الله حتى ربما يظهر لإخواننا في الشرق أيضا. نعم. في أي مكان. نعم. أن يتعاملوا مع هذا وسيسرني ذلك وسأتعاون مع الجميع إنما كانوا إن شاء الله. عموما نحن شاكرين لك على هذا اللقاء أستاذ جلول. وإذا كانت لك كلمة أخيرة في 30 ثانية ماذا تحب أن تقول؟ أحب أن يتعامل الناس جميعا بالحب وحده. نعم. وأن يعرفوا أن السلام الإسلامي هو المنقذ الوحيد من ولايات الحروب. ولا سلام غير السلام الإسلامي. نعم. ولكن هذا الغبش وهذه الضبابية التي جعلت الناس يعتبرون الإسلام إرهابا. وكنت أرجو لو أن علماءنا وأنا الآن بصدد كتابة كلمة أو كتيب بعنوان حرب المصطلح سأتطرق فيها. نعم. إلى تحديد هذه المفاهيم. نعم. وباختصار أشير إلى أن الإرهاب من الإسلام وليس من الإسلام. من الإسلام لأنه ليس القصد منه ترويع الناس أبدا. نعم. والآية واضحة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط. نعم. الخير لترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. ليس الإرهاب القصد منه التقتل وما إلى ذلك كما هو في المفهوم الغربي. نعم. في المفهوم الغربي يقابله عندنا ربما ما يسمى بالحرابة. نعم نعم. عموما أستاذ جلول احنا شاكرين.